انطلقت الدورة الخامسة لمعرض الكتاب في محافظة بورسعيد، والذي يتواصل على مدار أكثر من 10 أيام بمشاركة أكثر من 60 عارضا. يشهد المعرض الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب تنظيم العديد من الندوات الأدبية والشعرية لفنانين من كافة المحافظات، والتي من المتوقع أن تجذب الكثير من الزوار. وسط إقبال جماهيري كبير انطلقت الدورة الخامسة لمعرض الكتاب في محافظة بورسعيد، والذي يتواصل على مدار أكثر من 10 أيام بمشاركة أكثر من 60 عارضا. هيئة الكتاب تحس أن في تقدم وإقبال غير عادي سنة عن سنة، لدرجة أن هيئة الكتاب بدأت في البداية بحاجة و30 دار نشر، ثم وصلت ل50 دار نشر، ثم حاليا دلوقتي وصلت فوق 60. الحمد لله احنا بادئينه من يوم 28/7 وهيفضل معانا لغايه ان شاء الله يوم 6/8. يشهد المعرض الذي تنظمه الهيئه العامه لقصور الثقافه بالتعاون مع الهيئه العامه للكتاب تنظيم العديد من الندوات الادبيه والشعريه لفنانين من كافه المحافظات، والتي من المتوقع ان تجذب الكثير من الزوار. المعرض السنه دي في زياده عن السنة الماضية بوجود جناح أو نشاط للأطفال. هذا النشاط متنوع في تناوله ما بين إقامة ورش، الورش دي بتنمي مواهب الأطفال الصغار، وكذلك بعض الفعاليات التي يأتي إليها كتاب الأعمال الخاصة بالطفل، استخدمناهم من بورسعيد ومن القاهرة ومن عدة أماكن داخل الجمهورية، وبيجلسوا مع الأطفال كي يحكوا بعض الحكايات التي يستفيد منها الطفل، وبالتبعية تنمي داخله حب الكتابة وغيرها من الأشياء. حاجة كويسة وحاجة متنوعة، وفيها حاجات للأطفال وحاجات للشباب وحاجة مفيدة بصراحة، وفي كذا حاجة ما شاء الله يعني كويسة. تتناول الفقرات الفنية بالمعرض تكريم الفنان القدير الراحل محمود ياسين ابن محافظة بورسعيد، والذي كان له دور بارز في السينما المصرية، وكذلك تنظيم يوم خاص لشاعر العامية البورسعيدية محمد عبد القادر، في خطوة تهدف لتكريم أبناء المحافظة من الفنانين والمبدعين. إذن هو حدث ثقافي فني هام تشهده المحافظة الباسلة، يهدف لزيادة الوعي الثقافي بين المواطنين وتكريم الرموز والتشجيع على القراءة.